السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد سبورت. السلام عليكم لجميع المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن. كثرت الهضرة على مقابلة على مباراة شبيبة القبائل، الترجي التونسي وشبيبة القبائل، حتى كل الصحافة العربية والإفريقية تكلم على هذا الإيقاف على المباراة 42 دقيقة. 42 دقيقة وواحد ما كان حتى عقوبات على الفريق او على النادي او على اللاعبين او على الجمهور. دوك نوضح لكم حاجه، ان الاتحاد الافريقي ادانا فقط، الاتحاد الافريقي الكاف ادانا على هذه الاعمال اللي راكم تشوفوا. دوك تشوفوا الصور ديالها هنايا، اعمال شغب الحق فيها، حتى منشار الكتريك، منشار كهربائي الكتريك ينوض ويقطع في الحديد تاع البيبان تاع الصطاد. انا نفكر برك باللي كانت هنا في الجزائر خطره شماريخ فقط، شماريخ او قرع ولا حكايه تاع الماء ولا الانصار كانت عليهم عقوبات عدم الدخول للملعب. هذا بالنار شاعلينها وبالمنشار الكتريك هذاك، وكلهم ساكتين. حتى قناة مصرية داروا لايف مع تونسي صحفي، قالوا المصري، قالوا اسكو راكو واش راكو خايفين منها، قالوا واش العقوبات تاع هذه الفعلة هذه، قالوا انا خايفين بك تكون عقوبات مالية كبيرة. سما خمم في المال. انا نظن باللي لو كان ماشي الجزائر اللي لعبت في هذيك المقابله ضد الترجي ولعبت مصر او المغرب، صدقوني وخسرت غير يعطوهم الماتش او يعاد. نددت الكاف نددت، شوفوا واش قالوا. على كل حال، اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن فتح تحقيق في عنف وشغب مشجعي الترجي التونسي امام شبيبه القبائل الجزائري في اياب الدور الربع النهائي لدور أبطال إفريقيا، وكذلك في العنف الذي تخلل مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري بالدار البيضاء المغربية، تسبب في وفاة مشجعة والله يرحمها على كل حال، وإصابة عدد كبير من المناصرين من أجل اتخاذ القرارات الضرورية. وأدان كاف في بيان رسمي الاثنين بشدة سلوك بعض المشجعين خلال مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في تونس ومباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري في الدار البيضاء. وجاء في البيان: سيسلم الأمر للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ إجراءات المناسبة بعد تعطل مباراة عدة دقائق 42 دقيقة الشوط، عدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على الأرض الملعب. كانت مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية. لقد رأينا بعض المواجهات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية. زيدوا تابعوا معنا واش وزادوا قالوا. دوك نهضروا كل حال، تشوفوا في الصور تاع المنشار. وأضاف فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي في حديث للموقع الرسمي المشاهد في تونس والدار المشاهد التي كانت في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين، وكانت إدارة شبيبة القبائل قد تقدمت بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضد الترجي التونسي، مؤكدة أنها طالبت بتوقيف المباراة سيفري، لكن محافظ اللقاء رفقة الأمن قدموا تطمينات بعودة الهدوء وأنه لا يوجد أي خطر على اللاعبين. هذه فيها تنديد وفيها طعن وفيها هذه فيها إيقاف في المباراة. هي المباراة يدوها شبيبة القبائل أو تعاد في ملعب محايد. والله العظيم غير اني زدت امنت باللي الجزائر ما عندهاش قوه في الكاف، ما عندهاش، نضلوا نهضروا عليها على كل حال، ما عندهاش قوه في الكاف.
السيد مول المنشار هذاك، مول المنشار هذاك قال لا قدر، لا قدر الله، ودخل التيران سما يقطع اللاعبين باش وقيله 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 يعاودوا الماتش، يقطع كاش لاعب بعد الشر ولا زوج باش يعاودوا الماتش. شتو الكاف شحال تلعب كيكون عندك انسان في الكاف؟ لو كان صرات هديه لقجع للمغرب، لو كان صرات له صدقوني غير يدي الماتش، يديه يديه ماشي ويعاد تعاد المقابله. كاش خطره في الجزائر صارت كيما هاد المناوشات، حنايا عندنا صعب نقول لك شعبنا زعما عاقل منا، بصح عندنا يسبوك صح ويثيروا عليك بالقرع ولا بال لي فيميجان يشعلوا ويرموا في التيران، بصح من شهر جامي كان في التيران تاع لونجيري، والله ناكد لكم غير جامي كان عندنا من شهر داخل التيران. هذا يقطع وتصورك وشتوها وراك تشوفوا فيها يقطع وعادي. قاد بن عمار زعف، قاد بن عمار نولي لكم ليه زعف مليح مليح. قاد بن عمار زعف على حاجه، زعف قال لك البان سبو الجزيره الرياضيه، الجزيره الجزيره قناه الجزيره تكلمت ونددت بقوه بقوه على 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 هذا الشيء اللي صرا. شوفوا واش قالت الجزيره، اذا شوفوا العنوان اللي دارته، شاهد إدانات بدون عقوبات، هكذا تعامل الكاف مع الشغب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. شوفوا العنوان، إدانات بدون عقوبات، عنوان قوي، سما نحاسبك بصح ما نعاقبكش، يعني شوية دراهم ومن هنا ندخلوهم في الخزينة وكمل اللعب نورمال، جيب منشار مرة أخرى، جيب ديكتاري أوف ولا شوف واش دخل أنت أسكاتسون. قسما بالله العظيم غير عباك رانا ضعاف في لاكاف. الجزيرة شوفوا نددت كأنها بلادها، شوفوا العنوان شحال شباب، شاهد إدانات بدون عقوبات، سما راهي تفرض على لاكاف، قالت لهم راكو ما راكوش سواسوا، مشاكل كيما هذيك ما تعاقبوش ندينوها فقط، لاكاف أدانت بصح والعقوبة وراهي هذه إعادة مباراة ما كاش كيفاش. إذا شوفوا الجزيرة، إدانات بدون عقوبات هكذا تعامل الكاف مع الشغب، شو جبدة الكاف مع الشغب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. والله العظيم شكرا الجزيرة على كل حال على هذا العنوان. البان سبور، البان سبور والله اللي فيها علاش زعف قادة بن عمار، قال لك ولاد بلادنا راهم بقوة في بان سبور ما قدروش مام با يديروا عنوان، ولا داروا عنوان عادي تأهل ترجي، أنا ما حطيته لكمش هذاك لكن راني شافي عليه. البان سبور اللي فيها حفيظ الدراجي، فيها ماجد بوطمين، فيها مواقي، فيها الخضر بالريش، فيها صيفي، فيها أنا نقول لك غاشي غاشي الجزائر، شغل تاع الجزائر هذيك. واش كتبوا؟ تأهل ترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائر، والسبب هو رئيس تحرير، رئيس تحرير القسم الرياضي في قسم رئيس تحرير القسم الرياضي في بان سبور هو مغربي. قال ابن عمار هضرها بصح ما جبتش مغربي، انا على بالي بلي هو مغربي، يعني نقجع في لاكاف يعمل عملته، والصحفي رئيس تحرير مغربي عنوان ما قدرش يعطيه لنا، عنوان عنوان فقط. انا اقول لكم من هذا المنبر يا جزائريين يا دوله نضل نعاودها، على بالي بالك هذا الفيديو طيح، بالك كاش نهار واحد في الدوله كيف في الدوله يشوفوا بالك يتزعزع. شوفوا لنا راجل مناسب في المكان المناسب، هذه الكلمه كرهت منها عينه زفيزف، تقدر تبدا تروح من دوك نورمالمون راك طولت. شوفوا لنا راجل مليح اللي يحكم لنا هاد لاكاف، باسكو عينا راكو شفتوا الصور، واحد بالمنشار يقطع، النار شاعله، حرب 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 ينقال، ما دارت والو لاكاف، راح تعاقبهم ماليا فقط، ومبروك عليهم التأهل. انا اقول لكم بارك الله فيكم في هذا الفيديو،
شاركوا في قناة عبد السبور وفعلوا الجرس. سلام جمهوري الكريم.